للطلب. هل السوق العقاري، هل أسهم الشركات العقارية القطاع العقاري في البورصة مغري؟ القطاع هل في إمكانيات مغري نمو؟ لأنه في الوقت الحالي مش مقيم بالقيمة الحقيقية للأصول بتاعته، لكن لما يحصل حركة في السوق، في السوق العقاري ويبتدي يرجع الطلب. ما هو السوق العقاري ده زيه زي البورصة، زي أي حاجة في الدنيا، بتمر بسايكلز، مراحل، مرحلة هتبقى فيها ركود، مرحلة هيبقى فيها انتعاش، مرحلة هيبقى فيها هبوط، أمر طبيعي. بس حتى مع الركود الأسعار بترتفع. ما هي بترتفع نتيجة الركود التضخمي اللي اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هي التكلفة. اللي هي التكلفة، اللي هو الطلب متثابت لكن الارتفاع ناتج من التكلفة، وده شيء سلبي مش إيجابي إطلاقا يعني. أنت لأن خايف كمان من موضوع الركود التضخمي؟ طبعا. يعني حاسس إن إحنا طبعا فين؟ ما هو يعني الناس ليه غضبانة؟ لأن الدخل ثابت والأسعار بتعلى. ليه؟ لأن ده هو اللي إحنا بنقول عليه، لأنه أسوأ أنواع الركود. ليه؟ لأنه التكلفة بتزيد، وبالتالي الناس يعني المنتج نفسه اللي الناس بتتصور إنه هو بيكسب وإنه هو لا، ده بيخسر. المنتج بيخسر، المنتج كان حاطط هامش ربح، لما بيجي يحقق هامش الربح ده كان بيبقى مبسوط جدا. النهاردة لما التكلفة بتزيد عليه أصبح ده بيأثر على هامش ربحه، فما بيضطر يقلله عشان يقدر يبيع، لحد ما بيوصل لدرجة من التقليل الربح ده إنه بيبقى كيت خلاص، ما بيقدرش عشان يفضل شغال. بس يرفع في السعر، ورفع في السعر بيرفع في السعر، مفيش استهلاك، مفيش طلب.